والله من خالف طريق هؤلاء لنتكلمن فيه لو تخطفتنا الطير، ولو علقنا برؤوسنا أو بأرجلنا منكوسين. أترون هذا الدين وصل إلينا بدون ترحية؟ لا والله، لا والله. حبس من حبس، وجلد من جلد، وضرب من ضرب، وطرد من طرد، إلى غير ذلك. لكن كتبهم بين أيدينا، وصفحاتهم المشرقة بين أيدينا. فهؤلاء الذين يحاولون أن يسهلوا في أمر المبتدعة وأمر المنحرفين يجب أن يحذروا، فخطرهم على أهل السنة والسلفيين أشد من خطر أهل البدع الظاهرين على أهل السنة. فالله الله معشر الأبناء في التمسك بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الطريق الواضحة القويمة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أئمة الحديث رضي الله عنهم، الزهري وأمثاله، السفيانين، مالك وأمثالهم، الحسن بن سيرين وأيوب وأمثالهم، ابن أسباط وأمثاله، الحمادين وأمثاله، وكيع وإبراهيم وعلقمة، وهؤلاء أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، وهؤلاء الذين حفظ الله بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله بهم آثار أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى ماذا؟ إلى سلم التقوى الذي نصبوا. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقاته، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من تقوى ينصبها الإنسان بين عينيه، لا يريد إلا الله والدار الآخرة، لا كثرة ولا مباهاة، وإنما يريد الله والدار الآخرة، يريد النجاة لنفسه أولا، ثم النجاة لمن يدفعه الله سبحانه وتعالى إلى يديه، إليه، فيتفقه عليه ويقعد بين يديه. ومع ذلك ليأخذ نفسه بالجد والحزم والعزم، فإن هذا الدين إنما جاءنا كما سمعتم، والعلم به لا يستطاع براحة الجسد. فعلى طالب العلم أن يبذل كل ما يستطيع في معرفة السنة، وعليه إن سمع كلام المتكلمين أن يعرضه على أولئك كلام هؤلاء، لأن القاعدة عندنا هي القاعدة الأولى التي تعرفون: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالاقتداء بالذين ماتوا وهم على الاهتداء، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. وكما قال جمع من السلف في جوابهم لمن سألهم هذا السؤال: إن كنت ولا بد فاعلا فبمن قد مات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يثبتنا وإياكم على ما كان عليه هؤلاء، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يرزقنا الشهادة في سبيل نصرته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.